عندما تبلغ أهالي تنورين قرار وزارة الطاقة ومؤسسة مياه لبنان تلزيم مد شبكة مياه جديدة إلى منازلهم، تفاءلوا خيرا بالتخلص من الشبكة القديمة المهترئة، إلا أن النتيجة جاءت عكس التوقعات. نتفاجأ أنه طريقة التنفيذ اللي تنفذت هالشبكة الجديدة طريقة كتير غلط. هالمباريش اللي انحطت على 10 سنتي كمان انطمرت بالتراب، لا حدا نوكد فينا، وتنفذت الشبكة بس وبينت الفضايح بس بلشت الشتوية. صورته وشفته أنه كل هالشبكة، هذا المكسور وهذا فايج وهذا الأسطر اللي انفزر وهذا كذا، عم نعاني. هذا الواقع أثار غضب الأهالي الذين اتهموا المسؤولين عن قطاع المياه بالإهمال وبالشغل من قريبه. طلبنا هالشبكة من السماء تلقيناها على الأرض، تعتير تعتير، يعني عن جد شي بيضرب على الرأس. حفروا هالطرقات لا في شيء ظابط، بعد يومين ثلاثة فاشت كل الاقساطر، هول الزرق كلهم طلعوا لفوق. مثل ما انا شايف هالمباريش تقطشت كلها، بعدين الزفت حطوا نت الزفت، هديت ما هديت. شبكة المياه الجديدة أصبحت في حكم المدمرة وغير الصالحة للاستعمال، ويبدو أن لا حلول تلوح في الأفق لمعالجة جدية لهذه المشكلة.